انا ناخد مثلا مارينيلا، ده اشهر معلق ومذيع في سكاي سبورت الايطاليه. بعد القرعه تحديدا بيسالوه عن المجموعه الاولى مين اللي هي صاعده، قال لهم مصر بنسبه 100% كمركز اول، ليه؟ نظرا لامكانيات اللعيبه اللي موجوده منهم محمد صلاح. المقارنه بين الفرق كلها، روسيا والسعوديه واورجواي، مصر افضل. بس روسيا، بس مصر والسعوديه في تقارب في المستوى، يعني لا انت شايف ان مصر افضل؟ لا، انا كتبت توتيه امبارح، المجموعه ممكن تكون متوسطه ممكن تكون سهله ولكن خادعه. خادعه بمعنى لو احنا ركننا كاتحاد كوره وجهاز فني بعدم اعداد المنتخب المصري بشكل جيد بمباراه وديه قويه، 4 5 مباريات تتناسب مع المدارس اللي نلعب معاها، هتبقى مشكله كبيره جدا. وبالتالي اتمنى من كل قلبي ان اتحاد الكره يبدا هو والشركه الراعيه في العمل على ايجاد مجموعه مباريات قويه تتناسب مع روسيا ومع السعوديه واورجواي.